الصعبة بصوا دي دي حالات صعبة شوية معلش بس لازم ايه لازم نكشف شوية علشان يعني نستعد للامتحان لما يجي الامتحان اسهل من اللي احنا يعني شفناه هيبقى بالنسبة لنا حلو شوية لكن يجي اصعب يبقى ديبرنت بس نشوف نتيجتكم الاول اول حاجة يلا لا ده تيزر كورد الله تيزر كورد وترمنا لايكوما يا شيمي برايت 51 وده كبير برايت 52 سبريسد شويه في الفات سبريشن لو كورد تيزر كورد وصل حد تحت ده تيرمينال لايكوما وذ تيزر كورد ماشي الصوره دي مع الصوره اللي بعديها قلنا نفس الكيس في جيرمينال باينيالي جلاند تيومر وفي كالسيفيكيشنز الكالسيفيكيشنز دي الى حد ما سنترال بال ام ار اي سنه برايت 52 يعني انترميديت 51 هوموجينسلي انهانسنج نوت ريستريكتد سلايتلي انفيدنج ذا ادجيسنت برين فرينكيمنت جيرمينوم لازم اقول لك يانج ميل 13 سنه ميل 14 سنه ميل لكن الديفرنشال بتاعها باينيو بلاستوما ايه بنفرقهم كالسيفيكيشنز في الباينيو بلاستوما مور سنس اكسبلودد كالسيفيكيشنز وفي نفس الوقت كمان الباينيو بلاستوما از مور ايل ديفايند اند مور انفيلتريتد ايه ايه المانجمنت بتاع الحاله دي تعمل ايه لا ادوك منصارع الزمن منصارع الزمن الفردر مانجمنت بتاع حاله زي كده هيبقى طبعا بايوبسي وهيبقى لا ام ار اي فور ذا انتاير نيور اكسس ام ار اي هول سباين علشان الدروب تيست دي مهمه جدا فيري امبورتنت مش لا الجيرمينوما لا مش شرط ممكن ريستريكت لا هي ممكن تبقى هايبر دنس في السي تي هي بتبقى هايبر دنس هي هايبر دنس هي هايبر دنس هي بتبقى هايبر دنس صراحه الكلاسيفيكيشن دي انا برضه هي الحقيقه الكلاسيفيكيشن ما هياش تيبيكال قوي ان هي سنترال فعلا في الحاله دي بس يعني هي عشان كده انا قلت لك ديفرنشال مع تايني بلاستوما از مور يانجر بيبقى الحجم غالبا اكبر بتبقى مور انفيلتريتد وايل ديفايند بتبقى الكلاسيفيكيشن بالسي تي از ايه بريفرنس ماشي الديفرنشال الثالث بقى اللي هو الايه بقيه التيراتومز او التايني سايتوما ما تنفعش في حاله زي ايش الفاينل سايتوما بتيجي فيري سمول از ويل ديفايند ادلت ايج تمام دي انترا فينتريكولار سيست اسمها ابندايمال سيست ابندايمال سيست الديفرنشال بتاعها الانترا فينتريكولار اركنويد كانوت بي ديفرنشيتد باي ايمجينج بس الانترا فينتريكولار اركنويد از فيري رير الابندايمال از مور كومن في الحاله دي قلت لكم دي الهيستوري ان هو في ميل عندها فيفر و ديسيوريا وجايه دلوقتي باك بين اكيوت باك بين ده ايبيديورال ابسس ايبيديورال ابسس اهو ايبيديورال ابسس في النص في نيكروزز بيقول لك الايبيديورال ابسس حاجتين يا اما سكندري تو ديسكايتس يا اما سكندري تو ديسكايتس اند بايوجينيك اوستيومايلايتس بيجي فنترال ايبيديورا لو جه هيماتوجينس سبريد من جي اي تي جينيتورينري بالمونري از بوستيريور تمام يبقى الهيماتوجينس بيجي بوستيريور الديسكايتس بيجي انتير الصورتين دولت قلت لكم كيس واحده ده عيان عمل البرفيوجن سي تي برفيوجن ده السي بي في لقينا في الناحيه الرايت في ريديوسد سيريبرال بلاد فوليوم لكن لما رحنا على السي بي اف السي بي اف reduced عند ال N territory right MCA territory طب وال MTP MTT increased يعني واحد مزود ال MTT ومقلل الفلو ومقلل الفوليوم طيب يبقى ايه لان هو لو في discrepancy لو هنا ال TT والcerebral blood flow قليلين بس الفوليوم نورمال
او في ديسكريبنسي ما بينه، في ميس ماتش ما بينه ما بين السي بي اف والسي بي بي، يبقى معنى كده ان لسه في بنامبرا سلفاجبل، يعني ممكن نلحقها بثرومبوتيك ارتيريال انتي ثرومبول. لكن لو هي نفس المكان اللي فيه سي بي الفوليوم ديكريز نفس قد الحته بالظبط اللي فيها الفلو ديكريز، يبقى دي كل الحته خلاص بقت ايه؟ بقت انفارش. طيب الحركه رايت ام سي 8 رايت ام سي 8 منوره شويه، لو كانت منوره شويه يعني بتكلم الحته الرايت، لو كانت منوره شويه في البرفيوجن انا كنت هقول سالفاجن بالظبط. بالذات لو لقيت يعني لو لقيت الحته مثلا اللي هي في البرفيوجن الحته اللي هي مش منوره حته صغيره كده والباقي منور، يبقى الحته اللي في النص دي هي الانفاركشن واللي حواليها ده كله ده فينومينال. لكن هنا الحته كلها ما فيهاش فلو، يبقى معلش ممكن استاذنك، هو انت يعني شايف فين الانتي تي ان هو برولونج؟ يعني ما هو الاحمر ده معناها زياده باللون زي هنا. هنا الاحمر ده زياده، يعني هنا الفلو زياده وهنا الانتي تي زياده. اللي بيزود الانتي تي هو الانفاركشن. أيوة عكس هي فين النورمال وفين؟ انا طلعت معلش يعني الانتي تي في الانفاركشن بيزيد ولا بيقل؟ سواء الانفاركشن بيزيد، فعشان كده هنا احمر لان هنا الزياده. اي حاجه زياده هتبان في الكالر في السكيل ده احمر. تمام. في الناحيه الديزيز، الناحيه الديزيز دي يبقى هي الحته دي اللي هي ديزيزد. طيب هنا بقى في الفلو في الاسكيميا بيقل ولا بيزيد؟ بيقل. عشان كده هنا ده النورمال، هنا اللي ريلاتيفلي اب نورمال. صح تمام. هنا هنا نفس الايه الكلام ده النورمال، الحته دي هي اللي فيها هي الحته دي اللي فيها. طب ممكن بقى حاجه دي فيها حته زايده حته زايده ايه؟ يعني دي سودا بس حواليها حته فيها هايبر برفيوز، يبقى دي فيها حته سلبة تبقى الحته دي ماشي. لو قلت الحته دي ايوه عشان انا مجاوباها ان في حته فيها بنمبر كان بي سيلد حته صغيره ماشي مش مشكله. يعني هي حته يعني دي مش هتقولي تعمليها ثروباك مش مشكله. هي المهم تبقوا فاهمين الفكره ان احنا بنتكلم ازاي بنقارن الاس بي اف بالاس بي في علشان نشوف لو في مسماتش ولا لا. طب ادي نفس الكلام ماشي تروح هنجح. الانترا ارتيريال ثرومبوليسيس يا جماعه مهم انك تبقى عارف الكونترا انديكيشن بتاعه. انترا ارتيريال انترا فينس ده بقى يا وسام بقى مش كده بقى مع الثرومبكتومي صح؟ لو ما نتكلمش عن كونترا انديكيشن للانترا ارتيريال ثرومبوليسيس في الانتيريو سيركيليشن لو عدت اكثر من 6 ساعات، لو لارج ام سي اي تريتوري اكثر من تلتين التريتوري بتاع الام سي اي لان بيبقى في ريسك اوف هيموراجيك ترانسفورميشن او هيموراجيك كونفرجن عالي اكثر من 70 سنه السن، او لو هو عنده ريسنت هيموريج، لو عنده ريسنت طيب امتى البوستيريو سيركيليشن داز نوت فولو ذيس رول. البوستيريو سيركيليشن ليها اكستندد تايم ممكن تدي بعد كده. الانترا فينس لحد 6 ساعات، الانترا ارتيريا لحد 3 ساعات، البوستيريو سيركيليشن مفتوحه ساعه 12 ساعه تمام. طيب ده قلت لكم بوست بارتم في ميل جالها فيجوال ان هرمون الابنورماليتيز وبعد الفولو اب بست شهور بقى ده وضعها. يعني هو انتوا ممكن يكون معاكم حق عشان انا مش جايب التي 1 اللي وذاوت كونتراست. لو انا جايب التي 1 وذاوت كونتراست وكان فيها هيمورج كنت ممكن نقول شيهان يعني. بس الحقيقه ده ما ينفعش برضه شيهان في البوست كونتراست لان الهيموريج بيبقى هيدروجينس في البوست كونتراست، ما بتبقاش البيتيوتري هوموجينس كده. وكمان في اهم من كده ان البيتيوتري ستوك از فيري ثيك ولارج في الشيهان، ما بتبقاش البيتيوتري كده الستوك الانفانديبلا ما بيبقاش ثيكند كده. فدي حاجه اسمها ايه؟ هايبوفيزايتس. اسمها هايبوفيزايتس. ده بيبقى انفلاميشن في البيتيوتري جلاند وفي البيتيوتري ستوك بالذات انفانديبلم، بيحصل اكتر في البيري بارتم ستيج، وبعد بياخد استرويدز يرجع نورمال. تعالج باسترويدز وترجع نورمال. طب ندي نفسنا كام؟ شيهان يعني كتبنا شيهان؟ لا شيهان صفر. طب كتبنا في تويتر وسبناها صفرين. بص هنا الفيرتبرال ارتر مش موجود. الفيرتبرال ارتر الرايت مش موجود. طيب وايه كمان؟ طب ما هنا الفرتبرا الموجوده اهو اللي هي السوسك اوت. يعني السؤال الاول قبل ما ازاي هنا موجود وهنا مش موجود؟ هو المفروض العكس. هنا موجود هو ماني مش موجود. هو ماني من الفرتبرا ليترو بليد. ده هو انت ده انجيوجرافي ولا ده ام ار اي؟ ام ار اي. مالكش دعوه بيجي منين ريترو جريد ازاي؟ ده ستاتيك ام. على فكره الستيل فينومينال العكس.
يبقى ما يبانش يعني ما يبانش في ده لان ده direction dependent لكن يبان في الكونفنشن يعني تشوفه في الكونفنشنال ايمجز. لا انت عكس. لا بصوا يا جماعه ده تايم اوف فلايت. التايم اوف فلايت از دايركشن ديبندنت. ايوه ما انت ما تشوفوش هنا ليه بقى؟ هقول لك هنا تايم اوف فلايت اي حاجه طالعه لفوق بيشوفها بيضا. تمام؟ يبقى ده مش متشاف يا اما اوكلودد يا اما نازل لتحت. صح. تمام؟ ماشي. هنا بقى في الكونتراست انهانسد ام ار اي لانها مش اوكلودد ده مفتوح وفي اوكلوجن في البروكسيمال سب كليبيان. طب يبقى ده ايه؟ سب كليبيان ستيل فينومنا وريفرس دايركشن في الفيرتيبرال. انت قلت ان ده كونتراست انا كنت فاكره ان ده تايم اوف فلايت في النص. لا امال ده هيبقى ايه طيب؟ ده عادي اكسل جريدينت. لا انا افتكرت ده اكسل جريدينت. ده ام ار اي عادي ام ار اي واضح ده مش اكسل. لا طب ما ده شكله ام. على كل حال ماشي ده الكونتراست انهانسد ام ار اي وده كونتراست انهانسد ام ار اي ممكن يجيبها لك بالدوبلر اللي هو الريفرس فلو ممكن تيجي بالانجيو تبص تلاقي انت بتحن في ناحيه بعد كده الريترو جريد فيلينج للفيرتيبرال بتيجي بكذا صوره سب جريدينت ستيل فلايت. والله انا كنت عارف ده تايم فلايت وده ده سؤال ده سؤال. طيب ماشي خلاص احسبها لك صح خلاص ده الفهم الفكره المهم. انا فاهم الفكره وانت هتعرفي كل اللي هو. طب شفتي السلوز ده؟ لا يبقى مش صح يبقى غلط. ها دي هنا سبونديلو سكايتس. لا نيمو فين؟ ما هو نيمو في الكورد مش بيحصل فاكيوم في الديسك. ايوه الديسك ده لو حصل ليه اكستروجن يبقى ده اير ان اكستروديد فراجمنت. انا كتبت يعني انا كله صعب مش دي بس اللي صعبه يعني كله صعب يا باشا كله صعب. طيب اللي بعد عشان نخلص اللي بعد دي قلت لكم هيديك انت الرايت ما فول ليه ما هو ما زي الفل اهو دي ما عرفتهاش. لا والليفت حلو اهو الرايت مش حقيقي يعني ما ده مش احنا لسه قايلين الديفرنشال ديجنوز بتاع سام اركنويد هيموريدج صح بس وقلت لكم هي ده الديفرنشال اللي جسمه هيك شوف سام اركنويد ام ار يعني دي بتبقى ما انا لا كيمو سي دي مع سي دي وبعدين انجيو مش ام ار معلش حلو طيب دي قلت هي ليجن تمام اني واحد اللي هو اللي لا بس اللي هو بتاع اللي هو ده مفتوح اهو نفس الناحيه ده مفتوح كده لا مش ده اللامبويد حته من اللامبويد كرونال مقفول يونيلاترال كلوما كرونال مقفول لا ليش ليجيو كيفل ليجيو كيفل احنا عندنا الموست كومن كرينيوس ستيجز ايه سكافو كيفل او دوليكو كيفل ده اللي هو ساجيتال مقفول بعد كده عندنا كورونا لما يتقفل يعمل حاجه اسمها براكي كيفل بس بايلاترال كورونا وكورونا بس بعد كده يوني لاترال كورونال اور يوني لاترال لامدويد يعمل بليجيو كيفل باي لاترال ومالتيبل يعمل حاجه اسمها ايه كلافر ليف سكال يعمل حاجه اسمها كلافر ليف سكال مشهوره في السيندروم سالات بروفيك لا اظن كروزن بس انا مش اتلخبط كروزن سيندروم كروزن اللي هو كريم فيشر مش مشكلة. دي قلت لكم هيستوري اوف تروما تشايلد وفولو اب بعد 3 اشهر. تبقى ايه؟ ليبتومينجل سيست اللي هو بيسموها الثاني اسمها الثاني واضح جدا جروينج فراكشر سايز. هو ده ايه مش ده دايستاتيك سوتشر؟ لا ده مش سوتشر فين السوتشر؟ ده فراكشر لاين ومع السي اس اف بلسيشن بيوسع ممكن يحصل ان الديورا تخش ما بين الفراكشر ايدجز فتمنع الهيلينج ومع السي اس اف بلسيشن يقعد يوسع ويعمل حاجه اسمها ليبتومنينجال سيست ممكن تهرنيت من البرين دي حاجه اسمها جروينج فراكشر او ليبتومنينجال سيست اكتر في السكال فولت في الاطفال. طيب شو صح؟ لا دي ريسبونس بقى
الديفرنشال بتاعنا السيريبرال سيريبرال هيمي اتروفي يشمل ثلاث حاجات رسموسن وستيرج ويبر هيمي ميجاليك ميسن سيندروم. هنا الموست لايكلي دايجنوزز ايه؟ ستيرج ويبر. اشمعنى؟ عشان جدع بايل انهانسمنت ده ستيرج ويبر انجيماتوزس بايل انجيماتوزس انا لسه قايلها لكم ده ستيرج ويبر. ده الديفيدوف ميسن سندروم ده بيبقى نتيجه للسكيميا كرونيك سكيميا او الثالث احنا قلنا راسموسن انفلاس راسموسن الكرونيك راسموسن الراسموسن الايرلي بيجي سوولن سيريبرال هيمسفير في كرونيك ستيج يونيلاترال اتروفي سيريبرال اتروفي دي الكوكتيزيا او البازيلر ارتري دول الكوكتيزيا او البازيلر ارتري اثيروسكليروتيك وفي هيموسيدرين لايننج ذا فينتريكل وسلايت فينتريكولار دايلاتيشن في باركيمال طلع باركيمال لا باركيمال يبقى 4 بصوا هي لو هي جيرمينال ماتريكس بس ده ستيج 1 لو دخل جوه الفينتريكل من غير دايلاتيشن يبقى ستيج 2 لو في فينتريكولار دايلاتيشن يبقى ستيج 3 لو طلعت على الوايت ماتر ستيج 4 يعني مش البارينكيما انا اظن ان دي ستيج 3 يعني ده دايليتد ما اظنش ان ده الجيرمينال ماتريكس نفسه ما هياش البارينكيما ده الجيرمينال ده مكان الجيرمينال ماتريكس اللي هو الكودو ثلاميك جروف ده ستيج 3 ده الكودو ثلاميك جروف اللي هو الموست كومن سايت للجيرمينال ماتريكس ده بقى اللي هو بايلاترال جلوبس باليدس هايبو انتنسيتي في تي 2 وفي سنترال هايبر انتنسيتي في الفلير ايزوتايجس ماشي هايبوكسيا وسكيميا وانفاكشن يعني ليش الايف تايلر دي بتبقى في النص مش بريفرنت يعني في النص اهي هي بيضه في النص وسودا في البريفرنت لا في النص الاسود ما هي في وسط الاسود اهي امال ايه مش فاهم مش الاسود هو ده كتير في وسط الاسود الاسود هو ده الجانب يعني اللي هي سودا قوي ده دي اللي هي الانترنال كبسول هي دي جوه الجلوبس باليت عند الانتيو اكتو بتاع الجلوبس باليت كنفان وايت ماتر ديفيوز وايت ماتر ديفيوز وايت ماتر ابنورماليتي وبالسبكترو ان ايه شوتينج ده الوحيد اللي بيعمل كده الكنفان بيجوا بايه برضه الكنفان دول برزنتيشن ماكرو كريم ايه تاني اللي بيجي من ماكرو كريم الكسندر جدع bilateral symmetrical opening of the insula non operculated insula نتيجه الاتروفي في الفرنتال والتمبرال لوبس ده طبعا بالاضافه للوايت ماتر افكشن ده اسمه جلوتاريك اسيدوريا تايب 1 بيسميه كانه بوكس شيبد انسولا كده بوكس شيبد انسولا مش اللي هي الانسولا الطبيعيه اللي بتبقى ليها غطا وحرف فاهم قصدي زي لا هنا بقى ممكن نفضل شاور على البوكس ممكن نفضل شاور على البوكس هو يعني انا قصدي ان هو كل ده بقى كده بقى كانه مربع كده دي البوكس شيبد انسولا ممكن نفضل تشاور على البوكس الثاني لا بقول لك طب قول لنا انت حاجات تانية غير الجلوتاريك اسيدوريا نفس العيله لو هي ليس ديزيز هي دي لا في حاجات كتير بقى الليبيد ديستروفيز بالعبيط بس يعني دي المنظر الكاركترستيك ليها علشان المنظر ده بتاع النون اوبركليتد انسولا دي مالتيبل فيركاوروبن سبيسز ناس تقولها جاينت سبيسز ناس تقول لا دي مالتيبل جيلاتينس سودوسيست هو ده مش مالتيبل مش هي بيبقى معاها ديجرويد فعلا شبه بس بالاضافه بقى للبيريفنتريكلر سيست دي والسكال شيب بصوا الجي شيب سله يا جماعه بصوا الجي شيب سله والماكرو كرينيوم وبتاع ده حاله ميوكو بوليساكرايدوز طب انا كنت عامل ميتاكرو اللي هي صفر طبعا صفر صفر
حالة تروما زي ما قلت لكم حالة تروما في طبعا فلويد مال الهيموتيمبانم يعني لكن اهم ما في الموضوع ان في اير جوه البيستبيول في اير جوه البيستبيول دي بيسموها نيومو لابيرنس نتيجه للفراكشر وبيفتح بفيستل ده نيومو لابيرنس اير جوه البيستبيول تروما لا ثانية واحدة يعني نورمال بيبقى فيها ايه؟ لا فيها فلويد لكن كده ترانسفيرس ستراكشر يعني هو في خط في خط انا شايفه ولا ده تهيؤات يعني مش لا مش عارف مش عارف فكرة ثانية ايوه اطلع فوق شوية ده يعني هو ده والله يعني اه صح ده طب احنا كتبنا ستراكشر ما كتبتش نيو يبقى ماشي تتحسب صح تتحسب صح او نص الدرجة يعني صح صغيرة بصوا هنا في ليفت كوديت ريسنت انفاركشن وفي حاجات وفي حاجات اولد انفاركشنز وفي سب اركنويد بليد في انيوريزم صغيره وفي تايني انيوريزم باسكولايتس وفي مايكوتيك انيوريزم طب انا كتبت سمول انيوريزم بلس سب اركنويد هيمرج بلس انفاركشن ماشي ما هو ماشي ما هو ايه اللي يجمع ده كله مايكوتيك انيوريزم بلس باسكولايتس انا كنت لا يعني هي الباسكوتيك انيوريزم كنت فاكره بولياتريكس يعني والله بس ما بيجيش في السيريبرا القليل على فكره يعني البان ما هواش يعني تاني سايد بعد الكبد لا الكاروتيد لكن انترا سيريبرا طب اخد الدرجه المعلومات ماشي مش مشكله اهي تايني انيوريزمز بصي النقطه اهي 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 وهكذا فاهم قصدي دي تايني انيوريزم دي مايكوتيك انيوريزم هوريكم حالة تانية دلوقتي الخامة التانية دي بقى سهلة لو سألتوا مرة ديسكشن ديسكشن انترنال كاروتيد نعرفها قلنا ده أني سيكونس فات سبريشن دي 1 فات سبريشن وزاوت كونتراست وبصوا هنا الناروينج بتاع الكاروتيد كومبيرد للناحية التانية بيبان في الام ار اي كأنه بس ايه جاست ناروينج جاست فيوزي فورم تيبرينج سموث وبتاع لكن لما تيجي بقى في الاكزيال تي 1 ده انت ايه الديسكشن ده دي الانترنال دي طبعا bilateral superior ophthalmic vein thrombosis و cavernous sinus thrombosis و sinusitis في filling defect اهو هو enhancing بس filling defect كبير اهو هي بتبتدي يا جماعه بتبتدي بسينوسايتس تعمل subperior ophthalmic abscess و cellulitis orbital cellulitis complicated b or superior ophthalmic vein thrombosis extending cavernous sinus وفي انتر كافيرنس كونكشن ماي كروس للكافيرنس سينس الناحيه الثانيه وللاوفثالميك بين الناحيه الثانيه كل ده ممكن يحصل كومبليكيشن من سينوسايتس عويضه كارثي طبعا ده اللي هو ايه بنعرفها ازاي قلت لكم ان هو يانج ميل جاي بستروك فده طبعا عنده المنظر ده بتاع السيفير ايه وايت ماتر ديزيز دي وايت ماتر سكيميا العنيف بتاع واحد عنده 70 سنه multiple lacunar infarction ودي بسكيميا وبالاضافه كمان لانه affecting الانتيريو temporal بولز هي دي اللي ايه تزود جدا السبيسيفيستي بتاع الدايجنوز للايه الكانسر ده قلت لكم 70 سنه ميل جاي بديمنشيا وممكن ازود لكم كمان ان هو جاي بيورينري انكونتيننس واتاكسيا جيت ابنورماليتيز ده نورمال بريشر هيدروكيفالس لما تلاقي ان الكورتيكال ان لما تلاقي ان البرين اتروفي predominantly central اكثر منه peripheral يعني بصوا هنا الventricle dilate ازاي والثلثيه عامله ازاي is very very characteristic انها central اكثر جدا وبعدين تبص على الاكودكت سيلفيا سريع 52 في signal void يبقى ده normal pressure hydrocephalus تمام هنا دي حاله فيها diffuse skull thickening وabnormal more دي حاله hydrodysplasia طب دي ايه دي بقى ده سيل بقى اي سيل لا هنا في اثنين ديفرنشال يعني اما فوق الانيوريزما البوم سيست لكن هنا ما هياش ما هنا سنجل فلويد ليفل فدي تخليها الثانيه الاحتمال الاكبر وهنا دي فيري رير او مش فيري رير انكومن كومبليكيشن بس شفتها في حياتي يعني مره فرونتال ساينس از ميوكوسيل كومبليكيتد كومبليكيتنج الفايبرال ديسبليزيا نتيجه الاوبستراكشن للاوست فايبرال ديسبليزيا بس فايبرس ديسبليزيا وميكوسيل فرونتال ميكوسيل شباب ما تخشش في الديفرنشال ايه اجنت انا كده باخد جايه بعدين
ممكن ديفرنشال فاجيت ماشي الفاجيت يعني ممكن ديفرنشال انا كنت يعني اقصد يعني انا ما قلتلكمش ان هي عندي في ميل لا انت ما ترفضت طيب ماشي خلاص يعني هي الصراحه البوند بتاع فايبر ديسبريز يعني اللي هو الموفي ابييرنس كده يسموه في ابييرنس تيتو فاكتر مع فايبر اما الباشر بتلاقي كورس ترابيكلي كورس ترابيكلي مش كده وبعدين هنا داخل على الفيشيال بونز الباشر غالبا كالفيريان وما تخشش على الفيشيال بونز الفايبر ديسبريز هي اللي بتخش على الكالفيريان انت قلت ان يعمل سيرفيس ايوه دي بايلاترال اوستيومز في الاكسترنال اوديتوري كانال البوني بورشن من الاكسترنال اوديتوري كانال بايلاترال اوستيومز عامله ناروينج وبتعمل كونتاكت جرين لوس مشهوره جدا في العينين في الناس اللي بيرتصوا كتير يسموها سيرفرز اير سيرفرز اير دي مشهوره من الحاجات بتاعت السيرفرز الغواصين الغواص ممكن يجي له ايه تاني بارتروما كيزن ديزيز كمان كيزن ديزيز ده بتاع يعمل ايه فاسكولار نيكروز صح؟ كيسن كيسن ديزيز فرنسي دي بقى فوكال كورد باراليسيس اني واحد الشمال ليفت فوكال كورد باراليسيس عرفت منين؟ الارنب انتروميديال ديسبليسمنت للاراتينويد ابسيلاترال وايدنينج للفايريفورم ساينس وابسيلاترال وايدنينج للفيستيبيول ده فوكال كورد باراليسيس المانجمنت تعمل ايه؟ سيتي تشيست ابسو سرقبتو ايه اورتك ارش ابتو اورتك ايه داون تو اورتك ارش عشان نشوف لو في ايه عشان ده الليفت بيبقى الليفت اللي كانت بيلف من تحت الايه الاورتك ارش لكن لو على الرايت سايد لحد الايه لحد التراسيك انت يعني سيرفس 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 bilateral subdural affection bilateral subdural affection وفي acute on top of chronic bilateral subdural chronic وفي حته acute on top of chronic يعني different ages وبعدين بالديفيوجن في ischemic patches ودول بيبقى عندهم ischemia نتيجه للتروما وبعدين في subarachnoid bleeding في subarachnoid bleeding في الفلير وخدتوا بالكم من الريتينال هيموريدج لا checking baby syndrome بيحصل عندهم retinal hemorrhage عشان كده انا بقى جاي مع نقطه عشان نقطه تستخبى وطبعا هيجي لكم الهيستوري انتوا تروما قلت لكم نو تروما لان هو مش هيجي شيء هو مش هقول لك الخبر هقول لك كان بيلعب وقع اصله مش عارف وقع من على السرير اصله مش كده يعني لكن هو الهيستوري نو تروما هو القصد ماشي ده اني واحد ده فلير ده فلير ده فلير طب مش هو في 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 برايت سيجنال جوه جوه الصلصاي لا بس هي هنا برضو فيها حاجه ثانيه يعني بغض النظر عن اللي هو الهيموسيدرين ديبوزيشن اللي فوق ده ده اللي يخلينا نفرق من اللي هي بايلاترال سبجورال هايبروما اللي فوق ده سي تي انت تقصد ده؟ انا اقول ايه ايوه صح 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 الشرطه دي ده؟ صح والله يا موشيمي مش متاكد قوي هو ده هيموسيدرين ولا دي الصوره اللي مش حلوه قوي يعني مش هو ده اللي فرق اللي هو السبجورال هايبروما من ان هي هيماتومه النقطه دي صح؟ هو بيسال لا السبديورال هيماتوما يعني الهيجروما ريستريكتد ديفيوجن بلس افيشنت ديفيوجن بتاع لا الهيجروما مش ريستريكت لا 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 الهيجروما ما هيش ريستريكت الهيجروما دي سي اس اف الهيجروما بصوا يا جماعه الهيجروما از سترايل سي اس اف كولكشن بوست تروماتيك نتيجه ل دي اراكنويد تير نتيجه الاراكنويد تير فالسي اس اف بيطلع على بره في في واحد جاي تروما النهارده وعملت له المنظر ده لقيت فيه الهايبو دنس كولكشن يبقى دي هايجروما لان مش ممكن مش هيلحق يبقى كرونيك سبديورال لكن لو هو جاي لك في مرحله كرونيك سبديورال صعب جدا تو ديفرنشيت هل ده كرونيك سبديورال ولا سبديورال هايجروما الا الا انك تشوف الافلام القديمه لو لقيت فيه تمبرال ديفرنس يعني بيختلف في الوقت بتاعه بالستيج تبقى دي كرونيك سبديورال هيماتوما لو لقيتها من الاول سودا تبقى دي سبديورال هايجروما تمام؟ امال ايه اللي يعني ده مش اللي ريستريكتد ده سبديورال امباينا لا الهيموسيدرين اللي بيفرقنا ايه عن ايه؟ يعني كان في حاجه كده مش عارف قصه الهيموسيدرين دي هوريك حاله ثانيه ممكن تكون ده اللي قصدك عليه يعني ده سبديورال اصلا ممكن يكون حصل اكنوين ده سبديورال هيجروم ده؟ ده كرونيك سبديورال وعليه اكيوت كرونيك سبديورال وعليه اكيوت دي بقى من الحالات اللي هي لازم ايه ترانسمنتال ساين هيتيرتوبيا لا لا
جدع هو ده الديفرنشال بتاعها. انا قلت كده بص في سب ابندايمال نوديولز في سب ابندايمال نوديولز دي الموست سبيسيفيك ساين في التيوبروس سكليروزس اللي هي الجراي الوايت ماتر اللي بتستن من الفنتريكلز راديالي للكورتكس. ده انا عارفه والله كتر خير. ده دي سبيسيفيك ساين اوف تيوبروس سكليروزس. طب كويس يبقى دي بات سبيسيفيك هي دي هي دي بقى. طيب انا ما اعرفهاش. أيوه. انا بتعلم منكم والله. اسمها راديال بانس. على كل حال انت برضو ليه ما تبقاش طب من دايمال هيتيروتوبيا؟ ليه دي ما تبقاش هيتيروتوبيا؟ انا كتبتها كده اخد ايه يعني ما خدتش بالي. لانها نوت فولو الجراي ماتر فولو الوايت ماتر زي ما قلت لكم. دي تيوبرز نوت هامرتومز. الهامرتومز از جراي ماتر او سوري مش الهامرتومز اصلي اللي سبب دايمال هيتيروتوبيا از جراي ماتر هيتيروتوبيا. اما دي ما هياش فولوينج اللي ده برايتر خالص عن الجراي ماتر. تمام. طب اللي كتب هيتيروتوبيا ياخد ولا ما ياخدش؟ نص الدرجه صحيح غيرها. ما هي برضو تيوبرز كورتيكال تيوبرز كورتيكال وسب ابندايمال تيوبرز وكله هي فيها كل التيوبرز بتاعت هي سهله بالسي دي لكن بالام ار ساعتها تتلخبط جامد. دي بقى ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ في سيستيك ليجن شوانوما. ازاي ده سي اس اف سيجنال؟ هي الفكره انك تو ديتكت بس ان في حاجه هنا انك تشوف ان النيرفات مزقوقه لورا كومبيرد للناحيه الثانيه. فدي سيربيلو بونتاين انجل سيستيك ليجن. تنفع اركنويد وتنفع ابيدرمويد. لازم اشوف الايه؟ لا سيستيك ليجن يعني ماشي. اركنويد وابيدرمويد هنفرقهم بالايه؟ بالديفيوجن. تمام. فيرنكس قلت لكم الكوليكس بيري اكويدكتال وماميلاري بادي و وسالاماي. شك على طول ايه الفيري. لا هنا مفيش. هنا بيري اللي هو البيري اكوداكتر وسالاماي. الماميلاري ده قط تاني مش هنا. جدع ده انفليك من انجيوما. انفليك من انجيوما واخده السفينويد وينج كله وداخل على التمبرال لوب والاوربيتال وول وكده. ده انفليك من انجيوما او انترا اوسيس من انجيوما. ماشي. دي يا جماعه موجوده في حته الكاركترستيك لوكيشن الاوبكس اوف ذا فورث فينتريكل. اسمه الحته دي كده اسمها الاوبكس. اوبكس اوف ذا فورث فينتريكل لوبيوليتد وسلايتلي برايت تو. دي حاجه اسمها سب ابندايموم. صعب قوي ده. ادلت ده ادلت. طب دي مش تلاقت. دي اتلاقت ازاي؟ مش هما قالوا زمان في انت ما سب في البيوم يعني بعيد. العين ده ماشي بيجي اصلا انتوا ليه برضه كده؟ يعني ما بقتش انت موجود. لا ما موجود. لحد علمي انا هو كان موجود يعني. حد اول امبارح كان موجود. لو لغوه انا نايم بالليل ما اعرفش. لا محدش قال. بالسي تي باينه وبالام ار يعني صعبه شويه بس بالسي تي اسهل. عشان عرفتيها بقى تقعد. لا والله لسه كمان هو اللي قال لي. ده ثرومبوزس. ثرومبوزس فين؟ ثانية كتبت عليها ايه دي؟ انا كتبت عليها في تيوتر اديشن. ثانية واحدة اللي هو لا مش ده. هايبوتنشن. ايوه انترا كرانيال هايبوتنشن. ليه؟ ليه؟ عشان ديفيوز من انجيوري. ديفيوز باكي من انجيوري مش ليتش باكي من انجيوري. ديورال انهانسمنت. ديفيوز ديورال انهانسمنت نتيجة الديستورشن او ديستنشن بتاع الفينس فليكسز او الفينس ساينسز. بعدين في ديستندد اسمه ايه؟ تونسلز سيربيلر تونسلز كمان البيتيوتري انجورجد. كل ده على ساعات احيانا كمان يجي بايلاترال سبديورال هيدرومز برضه زي اللي احنا كنا بنتكلم عليها. كل ده علامات الايه؟ الانتراكرينيال هايبوتنشن. بيجي لهم بوسترال هايبوتنشن. العيال دول بيجي لهم بوسترال هايبوتنشن وبوسترال هيدك. لا 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 مش لازم هيستري. ايه عايزين لمبه فانكشن وكده؟ لا لا موست كومنلي مش سيمتوماتيك. موست كومنلي سبونتيني مش معروف لها سبب اللي فات. طب فما تعتمدش على قصه لمبر بانكشر والقصه دي. اوكسيكل اللي هو ترايجونو كيفالي نتيجه البريماتير كلوجر اوف ذا ميتوبيك سوتشر. ميتوبيك سوتشر ده نوع من الكرينيو سينستوس. سكيزن كيفلي. سكيزن كيفلي الحقيقه هنا بايلاترال سكيزن كيفلي. ده جينيسيس.
ما هو اسوشيتد بقى جينيسيس بس ايه ده؟ وانا هجيب لكم كروبس كلوزوم اجينيسيس في الفيلم يعني معقوله؟ طب اللي فاتت كان جينيسيس بس لا ما جينيسيس نص درجه تلت الدرجه لا ما فيهاش حاجه المهم المهم سكيزن كيفل اهو جاي جاي ماتر لايند كليفت اهو ده كلوز ليد سكيزن كيفل والناحيه الثانيه على فكره في برضه في باي لاترال سكيزن كيفل ماشي باي لاترال سكيزن كيفل كلوز ليد انا من قلت عكس الثانيه ايوه حتى شيمي غششكم ما عرفتوهاش برضه دي سوفت تيشو ليجن عند الجلوماس عند الفرومونتري كوكلير جلوماس تيمبانيكم الديفرنشال المقبول الوحيد ليها مفيش كولستيتوما فيشل نيرف شونوم كولستيتوما مش ده مكانها كولستيتوما بتيجي في الايبي تيمبانم ما بتجيش في الميزو تيمبانم ممكن تشاور على من فضلك على الكولستيتوما لو هتيجي في هي 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 لا لا في القط ده لا مش هتيجي في القط ده تيجي في القط اللي قبله اللي فوقه ده هنا قط تحت طب انا عارف بص اهي ده مش مكان الكولستيتوما خالص الكولستيتوما بتيجي فوق خالص هنا تحت التجمنت امباناي خالص بس هو القط ده مش بتاعها برضه تيجي في الايبي تيمبانيك في اللاترال ايبي تيمبانيك ريسيس اللي اسمه ايه ده بقى وساكن سبيس فهو ده مش مكان ايش دي كمان قوي نعم صراحه حلو بس هي جلومس هي دي هنا جلومس تيمبانيكم يعني طيب منينجيوم عاديه بقى منينجيوم اوبتيك نيرف منينجيوم وعامله هايبر اوستوزيس هايبر اوستوزيس للاستينويد ساين اسفينويد وينج والاوربيتال ايبكس حوالينكم سراوندينج الاوبتيك نيرف وهوموجينس انهانسمنت ده اوبتيك نيرف منينجيوم اكيوت سبديورال عنيف وعامل شيفت و و و و بس هو السؤال العيان محقون صبغه ولقينا فيه هنا ايه ده دي حاجه بلاستوما دي نوديول دي نوديول في سيست ده انيوريزم مايكوتيك انيوريزم برضه مايكوتيك انيوريزم يا جماعه بتتميز بايه اولا ايه انواع الانيوريزمز اللي عندنا في البرين في بيري انيوريزم اللي هو ساكولر في فيوزي فورم انيوريزم اللي احنا لسه شايفين حاله شبهه بتاعه الدوليكوبتيزيا بتيجي اكتر في البازيلر سيستم يا مايكوتيك انيوريزم دول اشهر ثلاثه انيوريزمز اللي موجودين المايكوتيك ده اي انفكتيف وانفلاماتوري ايتيولوجي ما هوش فانجل على اساس ان الاسم ناس تشك ان مايكوتيك ده ان تحسب ان هو مايكوتيك ده لا اي انفكتيف وهو الموست كوملي بنتيجه الانفكتيف اندوكاردايتس تعرفوا ازاي mostly multiple زي اللي احنا لسه شايفينها من شويه mostly peripheral اكتر من البيري انيوريزم بيجي في سيركل فول سنترال اما المايكوتيك تيجي peripheral تمام small الريسك اوف هيموريج از فيري هاي اكتر من البيري انيوريزم عشان كده ممكن يعمل انترا بارينكيمال هيموريج ممكن يعمل سب اراكنويد هيموريج ممكن يعمل سب ديورال عشان هو peripheral وديست كل ده من المايكوتيك انيوريزم دي حاله سما دي بيرجلانس دي اللي بعديها الحاله اللي بعديها طيب عامه ايوه اللي بعديها صح معلش ايوه معلش هنا في انترنال كاروتيد ارتري ميديالايزد بيسموه ريتروفارينجيال ميديال كاروتيد ارتري ده ساعات يجي بالديسفيجيا وساعات يبقوا الاثنين قريبين قوي من بعض ويلمسوا بعض بيسموهم كيسنج كاروتيدز ودولت غالبا يعني يا اما اسيمتوماتيك يا اما ما بيجي بالديسفيجيا ميديا ديسبليز في ريترو فارينجيال انا كتبت ميديا ديسبليز ماشي صح تمام اي سي دي بقى دي اللي عرفناها اهي الستون اهي سب مانديبلر جلاند ستون اهي سب مانديبلر جلاند ستون اهي تمام ومعاها سيالا دينايتس ومعاها سيالا دينايتس عشان انلارجد سيليفر سب مانديبلر سيليفر جلاند وفيها فات ستراندنج حواليها وفيها ايه هيتروجينس يبقى ده سب مانديبلر سيال ادينايتس وذ ستون فانا هنزل البي دي اف هنزلها عشان عايزين بقى ننزلها بطريقه عشان عايزين نعمل الناس وعامله حواليها فازوجينيك ديما وده بتحصل عادي جدا مع المينينجيوما محدش يتخيل انه اي اكس راي اكزل ما حولوش قديمه ده معتقد فاسد دي بقى دي حاجه زي اتروبيا ايه دي يا شيمي بوكال كورد باراليسيس وايه ده اتروجين ستيرويد ميديول مالجننت عامله انفيجن وعامله فوكال كورد باراليسيس ما هي ثايرويد ماس مالجننت ثايرويد ماس وعامله فوكال كورد باراليسيس فين؟ البوكال كورد نفسه ده ارتينويد ومزوق اهو. لا
الشكل اللي احنا لسه شايفينه بتاع الستيج. بس ما فيش ايه؟ لا دايليتد مقارنة بالناحية التانية، لكن يعني هي هنا دي لوحديها كفاية الحقيقة. دي فوكال كورد فوكال كورد باراليسيس. وايه جايبين ثايرويد ماس كبيرة مع الفوكال كورد باراليسيس هتبقى ليه يعني؟ شكرا ان مالجنت ثايرويد وعاملة فوكال كورد دنس بازيلر ارتري. يلا شغل قلتي الصورة وحشة اهو جاوبوها كلهم اهو. دنس بازيلر ارتري وهايبو دنس بونز يبقى ده انفاركشن. دنس ارتري ساين مش شرط يجي الدنس ارتري ساين في الام سي اي يعني. في دنس بازيلر نفس الايه نفس الفكرة وبرضه انفاركشن في البونز. ايوه انا شفت الانفاركشن بتاع البونز. طب والدنس بازيلر؟ لا شفت الانفاركشن بتاع البونز. طيب لونجيتودينال فراكشر اند عامله اوسيكولار ديستربشن. ايوه بالظبط كده اوسيكولار ديستربشن ديسلوكيشن. ده مش منظر الايس كون كريم الايس كريم كون الطبيعي. ف في ديسلوكيشن في الايه لازم يكون كريم. ايوه مانيال جوينت مع الايه الهيد لونج بروسيس اوف فاليس. دي بقى سبوت الله عليك يا شيخ. سوبرفيشال سيدروزز لو سيجنال انتنسيتي في التي 2 اوتلايننج البرين ستيم والسيربيلر فوليا على الناحيتين. ده بصوا شايفين البرين ستيم عامل ازاي. ده سببه ايه يا شيمي؟ كرونيك كرونيك ريكارنت اوكالت سب اركنويد هيموريد. بس انا ما فهمتش بقى ليه هيستوري سنسور نيورال هيري هو بيجي على انه بي اوتلاين كرينيال نيرفز بيخش مع هنا مش جاي بالصوره بتاعت الانترنال اوديتوري كانال بيخش مع الكرينيال. ده هو الموست كومن برزنتيشن بتاعه سنسور نيورال هيرينج باي لاترال سنسور نيورال هيرينج لوك. تعملوا ايه يا عيال؟ ده ايوه جدع ام ار اي سباين كله علشان بيطلع في الغالب احيانا ممكن يطلع السورس في كارنت بليدنج مش في البرين في السباين. تطلع ايبيدايموما في السباين تطلع كافرنوما عماله بتبليد اي حاجه تعمل ايه كرونيك ريكارنت بليدنج وهي اللي بتعمل الهيموسيدرين عمال يتحوش في السي اس اف واوتلايننج السيرفس بتاع البرين. ده هو اللي يعمل سوبرفيشال سيدروزز. جدع هنا ده ديورال ايبي فيستولا تلكو تروما هيستوري. في طبعا ديورال ايبي فيستولا وانيوريزم في الفيدنج ارتري وده ما هوش اي ام ما فيش نايدس. هنا دايركت كوميونيكيشن ما بين الارتري والفين واكسترا اكزيال. ده ديورال ايبي فيستولا ديورال ايبي فيستولا شفناها برده لسه ما فيش من اسبوع ولا من اسبوعين في حاله عيان كان عنده كرونيك ساينس ثرومبوزس. كرونيك ساينس ثرومبوزس بيتكون حواليها ديورال ايبي فيستولا اتس فيري كومن عشان ما فيهاش نايدس بقت فيستولا. ما فيهاش نايدس فمش اي دي ام. ليبتو منينجر انفست ليبتو باكي منينجر. الليبتو منينجر كنت هتلاقيها داخله جوه على هنا في فوكال باكي منينجيال ثيكنينج وانهانسمنت ما هوش ريستريكتد. لو قلت لكم ده الايه الديفرنشال الاول ميتاستاتيك ممكن يكون تي بي جرانيلوما تي بي وساركويد ماشي ليمفوما ماشي. يعني في حاجات تانية مش مشكلة. ممكن حد يقول لي مينجيوما انفلات مثلا او فلات مينجيوما بس ما هيش. طيب لو قلت لكم برايمري بقى لو هو نون برايمري في الادلت ميل في راجل كبير يبقى الموست كومن ايه؟ لا بروست موست كومن في الفيميل بريست. موست كومن في التشايلد الايبيدايموما تعمل سينجنج انتراديورال نيوروبلاستوم نيوروبلاستوم رومبون كيفال ساينابس رومبون كيفال ساينابس. السيربيلم اسمه رومبون كيفالن فلما يلحموا مع بعض اسمه رومبون كيفال ساينابس ساينابس ولا ساينابس ساينابس ساينابس. لا بس هنا ما بيبقاش فيها فيوجن. هنا في فيوجن الليرمس دوكلس او الجانجلوسايتومس بتبقى فعلا فيها فوليا كبيره كده وفي كده ان هو نورمال فوليا بس بتبقى يوني لاترال واحده بس وما بقاش في فيوجن اساسا في السيرفيلا. تمام دي اسمها رومبون كيفالو ساينابس رومبون كيفالو وساينابس. ايوه بالظبط. هنا في ابنورمال سيجنال ستريكتلي افكتنج بوستيريور كولومز البوستيريور كولومز سبيرنج او مش يعني سبيرنج الانتيريور لاترال كولومز. دي حاجه اسمها سب اكيوت كومبايند ديجنريشن بيحصل نتيجه فيتامين بي 12 ديفيشنسي نتيجه تايمين ديفيشنسي في عينين برضه ساعات يحصل في عينين الالكول. دي هنا كده
الابنورمال انترا ميدالري سيجنال في الكورد سيرفايكال وابر دورسال، ده الموست كومن سايت بتيجي ستريكتلي افكتنج بوستيريور كولن وسبيرنج بقيه الكورد. ده عيان بيجي جراديوال بروجريسيف موتور سباستيستي وحاجات كده، ده اسمه سب اوكيوت كومبايند ديجنريشن. ماشي، انا حاطط بس 10 حالات تشالنجينج هقول لكم من غير الامتحان ولا بتاع، تبصوا عليهم بس مش انتوا تعبتوا ولا تعبتوا مع بعض نفكر فيهم مع بعض. ماشي، الدرجه من كام؟ لا ده حد ده اللي فات ده. طب حد جاب اعلى من 40؟ ما حدش. لا لا انا بقى اعلى من 40. حد جاب اعلى من 30؟ مراد مين عادي اعلى من 30؟ حلو، طيب نخش على ده. دي حاله شايفين فيها ايه؟ دورسال ابيديورال ماس موجوده في الدورسال سباين كومبريسنج ذا كورد، صح؟ برايت سيجنال في التي 1 و هوموجينسلي انهانسنج. مين قال ايه؟ جدع افتكر ازاي دي؟ جدع صح، انجيولايكوما مش انجيومايولايكوما، هي اسمها كده انجيولايكوما. ده الموست كومن سايت والموست كاركترستيك لوكيشن بتاعها از ا ميكشر من باسكولار تيشو اند فاتي تيشو، عشان كده سموها انجيولايكوما. وعلى حسب البريدومينانت تيشو فيها هيبقى السيجنال بتاعتها هتبان ازاي. لو البريدومينانت فات هتبان برايت تي 1، بريدومينانت باسكولار هتبان لو في تي 1، لكن في الاخر هي هوموجينس لانهانسنج بالمنظر ده، ما تقولش عليها مينينجيوم. تمام؟ يعني هاي في تي 1 وفي تي 2 لو هي فاتي بريدومينانت فات وانها هوموجينس لانهانسنج، والدورس موجود على الدورسال اسبيكت اوف ذا دورسال سبايك. دي نفس الحالة بس صورة تانية، يعني نفس الدايجنوزز. ينفع نقول لايبوما؟ لايبوما؟ مش هتبقى هوموجينس انهانسنج، هتبقى سبريسد في الفات سبريشن مش واخدة انهانسنج. لكن حاجة تجمع ما بين الفات والهوموجينس انهانسمنت، يعني فاسكولار تيشو عالي وفات عالي، هو ده الانجيولايبوما. سوبرفيشال بقى تاكسي. انا لما شفت دي قلت امايلود انجيوباثي برضه، بس الهيستوري اتاكسيا واحد عنده 20 سنه وجايب اتاكسيا. لا مفيش هيستوري تروما انجكشن يعني ولا ايه؟ اتاكسيا تيلانجكتيزيا في سيريبيلر اتروفي. سيريبيلر اتروفي وفي مالتيبل تيلانجكتيزيز، دي اتاكسيا تيلانجكتيزيا. ده واحد من الرير نيوروكوتينيا سيندرومز اللي هو الفيكوماتوزس. فيكوماتوزس حاجات كثيره احنا مشهور فيها، النيوروفايبروماتوزس والبون هيبل لندو والكيبرس سكليروزس والايه والستيرز ويبر حاجات. لكن في واحد منهم اسمه اتاكسيا تيلانجكتيزيا ما هوش سوكوم. في حاجه اسمها نيوروكوتينيوس ميلانوز. ايه ما ينفعش كابرنوموس مفتو كابرنوموس؟ طب والسيريبيلر اتروفي؟ طب والهيستوري بتاع الاتاكسيا؟ هي بتبقى هيريديتري. طيب اللي هو persistent trigeminal artery. نورمال يا جماعه مفيش كوميونيكيشن ما بين البازيلر والكاروتيد، في البوستيريور كوميونيكيتنج ما بين الكاروتيد والبي سي اي، لكن نورمالي مفيش دايركت كوميونيكيشن ما بين البازيلر ستيم والكاروتيد. فلو لقيت دايركت كوميونيكيشن زي ما احنا شايفين هنا كده ما بين البازيلر والكاروتيد، ده اناتوميكال فاريانت بيتسمى على حسب اقرب كرينيال نيرف ليه، اشهرهم والموست كومن الترايجيمينال، ماشي جنب الترايجيمينال فيسموه بيرزيستنت ترايجيمينال ارتري، بيرزيستنت من فيتال سيركيوليشن يعني. في واحد تاني اسمه بيرزيستنت اوتيك ارتري جنب الكرينيال نيرف رقم 8، في واحد اسمه هايبوجلوسال ارتري جنب ال 12، واحد اسمه برو اتلانتال ارتري، كل دول بيرزيستنت كاروتيك وبازيلر انستيموزس. كاروتيك وبازيلر انستيموزس، لا السبيديا ده حاجه ثانيه. تمام؟ ده بتاع الابانس، بتاع الابانس انترنال كاروتيد. تمام؟ وادي الدايركت كوميونيكيشن باينه حلوه جدا جدا جدا. وليها بقى كلاسيفيكيشن تايب 1 وتايب 2 سايز ما مش عارف 1 و2، مالناش دعوه خالص بالكلام ده بقى، ده للناس الفاضيه لل كاروتيد. ده فيميل ادلت جايه بايلاترال كاروتيد سويلينج كرونيك. جوجرين وساركويدوزز هنلاقي فيهم الساركويدوزس فيها ماسز، الجوجرن فيها سيستات، لكن هنا احنا شايفين ايه؟ فاتي انفلتريشن. فاتي انفلتريشن، هايبرفي وذ فاتي انفلتريشن اوف بوست باروتيد جلانس اند بوست سبمنديبلر. احيانا ما يبقاش السبمنديبلر موجودين، بس هنا في الحاله دي كان فيها كمان السبمنديبلر. في حاجه اسمها سايالوزس. ذا كرونيك فاتي انفلتريشن وذ انلارجمنت اوف بوست سبمنديبلر جلانس اند سب
اند باروتيد بالذات الباروتيد اكتر كمان من سب مانديبلر. معلش دي بقى الكيسز اللي هي يعني انت بتسقط واحده واحنا مع بعض نقول معاك تمام سبحان الله. لاول وهله هتشوفوا دي هتقولوا ايه؟ كروماس مش برميتيف يا شيني، مش برميتيف مارجن، لكن هو الديفرنشال بتاعنا زي ما قلنا المره اللي فاتت الجلوماس الشوانوما المينينجيوما. قلنا لو جلوماس هيبقى برميتيف مارجن، لو شوانوما هيبقى سكالوبد مارجن، لو مينينجيوما يبقى سكليروزد مارجن. هنا لو انا دي لوحديها ممكن اقول شوانوما. بصوا بقى على الام ار اي بتاعها، ده تي 2 ده تي 1 وده تي 1 وذ كونتراست. طب دي مينينجيوما هو في حاجه هي ليه عامله كولاترال دي كتير كده عندنا؟ عامله مستودعات اسمها كوليسترول جرانيولوما. كوليسترول جرانيولوما جدع، كوليسترول جرانيولوما في البيتروس ايبكس لانها برايت تي 1، برايت تي 1 كوليسترول جرانيولوما اوف ذا بيتروس ايبكس. تمام، دي ديفيكال كيس برضه في هيزنس وبتاع في الفات. ايوه في ناس عند اللارنكس فيها يعني تشوف كتير عند اللارنكس. لا لا اللارنكس هنا. الله. ايه ايوه في باروتيد جلاند اسيمتري، في باروتيد جلاند انكريز ذا سوفت تيشو دنسيتي، في انكريز ذا هيزنس. لا ولو خدتوا بالكم بقى كمان في ادي الدكت دايليتد وفي ستونا ستون في الباروتيد دكت ستون عند الستنسن عند اسمها ايه ستنسن دكت في الابر سكند مولر ده عامله باروتايتس باروتيد جلاند ستون. جات لي مره في السونار يانج ميل عنده 10 عنده 25 سنه جاي بيشتكي بايه؟ ما بيشتكيش من هنا، بيقول لي في وجع هنا اهو. والغريبه ان الدكتور يقول لك سونار اوف ذا ماكسيلري ريجن، يعني شوف الصياعه وببص الستونه هنا اهو كانها يوريتر بالظبط مرتوم وستونه في النص باروت الدكت ستون بالظبط، يعني حاجه فيري لوكالايزنج بين وفيري يعني بريسايز دايجنوستس كلينيكال دايجنوستس. دي بقى عايزه شيمي بقى وليد ما تسمعنا صوتك كده حاجه في حاجه هنا في حاجه كالسيفيكيشن فين دي؟ دي ايوه جدع وليد الله عليك لازم اقول لك يعني سمعنا صوتك في كالسيفيكيشن في اللونجست كولاين ماسل وفي بالام ار اي لقينا ان في سوفت تيشو اديما سوفت تيشو اديما في ما بين اللونجست كولاين ماسلز وفيها كالسيفيكيشن حاجه اسمها كالسيفيك تندنايتس اوف ذا لونجست كولاين ماسل زي بالظبط اللي بتحصل كالسيفيك تندنايتس بتاع الشولدر كالسيفيك ساعات بتحصل في اللونجست كولاين ماسل شاور على الام ار اهي السوفت تيشو قديمة دي اه هي هنا في قديمة على فكره بس في النص فيها كالسيفيكيشن دي حاله بقى برضو في التي 1 يا جماعه ده التي 1 وده التي 2 فات سبريشن وده التي 1 برضو اكزيال وده بوست كونتراست اظن ان هو بوست كونتراست يعني تيالي ولا ايه رايك بوست كونتراست لا بريكس فورم تبقى بريكس فورم يعني شباب دي هنا لوبيوليتد subcutaneous soft tissue mass في الابر باك اند نيك ماشي of intermediate signal intensity between the skeletal muscle and the fat in T1 weighted image and intermediate signal in مفيش T2 هنا بس هي بتبقى intermediate في T2 في الستير تلاقيها not suppressed بالعكس دي برايت وفي البوست كونتراست تلاقيها variable enhancement الليمفانجيوما هتيجي very low في T1 دي حاجه ميكسد فات اند سوفت تيشو كومبوننت حاجه اسمها ده الموست كاركترستيك سايد بتاعها سب كوتينيوس ابر باك لوبيوليتد لارج فيري لارج موستلي حاجه اسمها هايبرنوما حاجه اسمها ايه؟ يعني نايمه هايبرنوما يعني رحت عليها نومه كتيره هايبرنوما او هايبرنوما دي عباره عن ميكشر اوف لايبوما مع سوفت تيشو عشان كده انترميديت سيجنال في التي 1 دي حاله سهله الى حد ما ليمبيك جدع ليمبيك انكيفالايتس ليمبيك انكيفالايتس بارانيوبلاستيك سيندروم من سمول سيل لانج كانسر سمول سيل لانج كانسر ومعاها
hippocampal signal limbic encephalitis. في هنا absentritis sphenoid wing, sphenoid wing dysplasia neurofibromatosis type 1 ومعها white matter زي ما قلنا بيبقى معاهم white matter abnormalities اللي هم debate هو عبارة عن ايه white matter peculation ده ده white matter demyelination لا ده مش عارف ايه المهم white matter lesions بتاعت الايه sphenoid مع sphenoid wing dysplasia neurofibromatosis type 1 لا هقول لكم history لا لا ده باركنسونيز ايه لا شمال ما اعرفش سبستانشال انتراكشن اه لا لا بس ده هو هنا مش توصل في الباركنسونيز بس ستيمو سوفاي كلها بلوك لا ده بروجريسيف موتور ويكنس بايلاترال سكليروزز بادية من واخدة البيراميدال تراكس من أول الموتور كورتكس وبعدين تنزل للإنترنال كابسول هنا مفيش قط يمكن الإنترنال كابسول لكن واصلة كمان للسريبرال اللاترال أسبكت أوف ذا سريبرال بينايتال ده بتاع الإيه؟ البيراميدال فايبرز وتنزل في الأنتيريو أسبكت أوف ذا بونز أنتيريو أسبكت أوف ذا بونز وتيجي في المجلط والديكاستيت وحتى كمان في الكورد تلاقيها في الأنتيريو هورن سيلز كل ده موتور أفكشن من أول فوق لحد تحت وأحيانا نلاقي فيه هيموسيدرين ديبوزيشن عند الموتور كورتكس زي ما هو موجود في الحاله دي ان فيه هيموسيدرين ديبوزيشن عند الفري سنترال جايروس في حاله امايتروفيك لاترال سكليروزز نيورو ديجنراتيف ديس اوردر كرونيك بروجريسيف ديزيز بيورلي موتور بيجي اب تو انه يحصل سباستيك بارابليجيا دايبليجيا اب تو ديس نتيجه لايه لموتور اهو اهو ده هنا وده هنا وده هنا برضو اهو كورتيكو سباينال تراكس وده كورتيكو سباينال تراكس من اولها لاخرها من اول الرولاند كورتكس لحد تحت السباين دي اخر حالة ليه احنا دي بص دي الانترنال اوديتري كانال صح الفيستيبيول نفسه الكوكليا اهي في هنا فيستيبيول صح وستيم سيركلر كانال الحته دي اسمها الايه اوفال ويندو الحته اللي قدام الاوفال ويندو على طول الحته دي اسمها لابرينساين لا اسمها فيسيولا انتي فينسترام ده الموست كومن سايت للاوتوسبونجيوزس ده ديزيز اسمه اوتوسبونجيوزس ريبليسمنت اوف ذا سكليروتيك بون بسبونجي فورم بون وبالتالي بيبقى في ديمينراليزيشن في الحته دي يبتدي ده الفينسترال تايب اللي هو فينسترال تايب اوف اوتوسبونجيوزس وفي كوكليار تايب بس ليس كومن هو الفينسترال تايب ده لا الاوتوسكليروزس ده ميس نوم هو اوتوسبونجيوزس افتر تريتمنت بيتحول لايه الاوتو سكليروز افتر تريتمنت بيبقى سكليروتيك يبقى ساعتها اسمه اوتو سكليروز وده برضو بيحصل مع الاوتوجينيز ده في نستر اوف تايم في نستر اوف تايم شكرا جزيلا ونتمنى ان انتم تكونوا بس ربي يكون استجابه